المفروض ان بالظبط. انا اراقب ابني اكتر واشوف هو بيتعامل مع مين. بتتعامل مع مين طيب ومين احنا صحابه؟ معانا الدكتور وليد، دكتور استشاري صحة نفسية، هو ممكن يضيف لنا برضو اكتر في الموضوع. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. الو. ايوه انا سامع حضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب؟ حضرتك طبعا حضرتك سمعت عن الموضوع، الحلقة بتاعتنا احنا بنتكلم عن التنمر. يعني انا تمام. عايزة اعرف ايه اسباب زيادة حالات التنمر اللي بنسمع عنها في الفترة دي، والحالات لو في حالات اتعرضت على حضرتك يا ريت حضرتك تحكي لنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني انا بدايه احب احيي حضرتك واسره البرنامج على اختيار الموضوع، لان دوت موضوع فعلا دلوقتي بقى عرض على ارض الواقع، بقى منتشر جدا جدا جدا، وده ليه كذا سبب الحقيقه. اول حاجه ان احنا عندنا دلوقتي في اهمال من الاسره للاطفال جامد جدا. ليه؟ الاب شغال معظم الوقت والام مشغوله، فالطفل دلوقتي ملوش اي مصدر خالص السوشيال لاستقاء ميديا المعلومات بالظبط، الا اصحابه. النت، والنت بقى مشكلة برضو كبيرة. اصحابه طبعا والسوشيال ميديا اللي هي بتصدر لاطفالنا حاجات يعني في منتهى القسوه. بالظبط. فطبعا يعني رقم واحد رب الاسره سواء الاب او الام، ده مهم جدا 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 ان هو يبقى فوكسنج او عينه على الطفل، لان الطفل لو انا سبته لهواه او للنت او لاصحابه او لاي حاجه تانيه او حتى مثلا للجيمز والالعاب اللي بيلعبوها زي بابجي وخلافه، زي ما حضرتك طبعا عارفه مشكلة الحاجات دي. اه طبعا. طبعا الحاجات دي طبعا بابجي بالذات بتصدر للطفل ازاي يكون عنيف، هي دي مشكلة كبيرة، برافو عليك. وانا يا وبعدين ريت يكون تلاقي لها مثلا، حل بصراحة، يا يا ريت ريت يكون يكون لها حل وقفها من الدولة، خالص. يا ريت والله تمنع يعني اللعبة. انا من خلال هذا المنبر الاعلامي انا بناشد كل الجهات المسؤوله انها تلغي من على السوشيال ميديا ومن على البلاي ستور ومن على الابل ستور ومن على كل الحاجات دي، تلغي كل الالعاب العنيفه، لان ده نتمنى بيربي في اولادنا. للأطفال فعلا مش ناقصين، يعني مش ناقصين يتعلموا مش عنه، ناقصين عنه، ده حقيقي. برافو عليكي، بالظبط كده. فانا قصدي اقول يعني ان دي من الحاجات اللي فعلا انا نفسي انها تتلغي. يعني انا هقول لحضرتك مثلا مثال، يعني طفل بيقول لي انا بحلم بكوابيس. طفل ايه؟ 5 سنين 6 سنين. ليه يا حبيبي؟ علشان خاطر انا الالعاب اللي انا بشوفها بتجيلي في الحلم وبحس انها بتفتح عليا باب الاوضه وداخل عليا مش عارف وبتعمل كذا طبعا وكذا. طبعا العقل خلي بالك ان الباطن ده العقل بيختزل كل الباطن ده طبيعي. بيتخزن في العقل الباطن والبؤره اللاشعوريه في المخ، فبيطلع في صوره احلام. اذا اترجم احنا طبعا. عندنا اذا احنا عندنا في قاعده رئيسه اللي هي الاسره والرعايه أكيد الاسريه، ده رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم 10. أكيد الركن تمام الأكبر. حضرتك؟ تمام. طبعا. طبعا. تمام. زائد بقى موضوع النت وزائد الحاجات التانيه دي برضو بتفرق طبعا كتير يعني. تمام. طب دور المجتمع يا دكتور من وجهة نظر حضرتك، حضرتك ما انا قلت لسه وأشرت إن البيت هو عامل أساسي، أوكي، طب طبعا. المجتمع؟ لأن الطفل ما بيتعاملش مع الأسرة بس. كويس، برافو عليك. المجتمع بقى ده ليه علاقه بالجهات الثقافيه ووزاره التربيه والتعليم، ان انا اقدر احط برامج توعيه كويسه للاولاد بحيث ان انا افهمهم يعني ايه تنمر، يعني ايه تعاون، يعني ايه حقوق الانسان، يعني ايه ان انا لو لقيت واحد مظلوم حد بيتنمر عليه ازاي افكار انصره. مش طبعا مجرد ان انا بدافع عن نفسي وبس، لا، انا لو لقيت واحد حد جه عليه او تنمر عليه ادفع عنه الظلم. يعني ده تصديقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. تمام. فسالوه ظالما، ماشي، يعني انصر اخاك مظلوما، خلاص يعني انا هسنده. طب ظالما ازاي؟ قال له ادفعه عن ظلمه. اذا انا لما الاقي حد بيظلم حد او بيتنمر على حد ارده، مش مجرد ان انا بدافع عن نفسي انا وبس. بالظبط. فدي حته فدي مهمه نشر جدا جدا، توعية اتمنى بشكل انها غير توصل. مباشر. بالظبط. بالظبط صح. بالظبط. متشكرة جدا يا دكتور، شكرا لحضرتك.